خلونا نعرف أكثر تفاصيل الجو في سحار بمقدوم صاحب الجلالة السلطان احتفاء بقدومه. ومعانا على الخط سالم البلوشي. مساك الله بالخير أستاذ سالم. السلام ورحمة الله وبركاته أخي عبد الله، كيف حالكم؟ يا مرحبا وسهلا فيك. كل عام وانتم طيبين. وانت بصحة وسلامة وكل أهالينا في ولاية سحار. الله يبارك فيكم، جعل الله أيامكم كلها أعياد وفرات وفراح الشعب العماني وعيد الإسلامية. آمين آمين يا رب. وعيد صحار هذه المرة عيدين بالمقدم السامي لمولانا جلالة السلطان. الحمد لله رب العالمين. نعم نعم أخي الحبيب، نعم. وصحار تحتفي يعني بهذا المقدم. صحار تعيش أفراح بدل الفرح حقيقة، بدل العيد مقدما يعني. جزاكم الله خير، والشاكرين لكم تواصلكم واجب الله يسلمك. وثانيا تعذرني يعني اني اهني مولانا حضرة صاحب الجلالة تفضل باسمي واسم اهالي ولاية صحار الغالية بكل معاني الشرف والاعتزاز. يسعدني ان اقدم التهنية القلبية الصادقة لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد الفطر. امين. المبارك سائلا المولى جلت قدرته ان يعيد هذه المناسبة والمناسبات الاخرى عليه وهو يرفل بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها عليه أعواما عديدة وأزمنة مديدة بإذن الله تعالى. وعلى الشعب العماني حكومة وشعبا أن تنهل من فيض حكمته وعدله بإذن الله. اللهم آمين. أخي عبد الله، طبعا أهالي ولاية صحار اليوم حاول التعبير عن فرحتهم باحتفالية، وإن لم تكن يعني احتفالية احنا نعتبرها عظيمة بوجود العظيم بوجود مولانا الغالي في ولاية صحار. تخلل هذه الاحتفالية الشعر وفن الردحة وكذلك الفنون البحرية والفنون البدوية وكذلك فنون العيالة وكذلك الفرسان والحماسية وفن العازي، وذلك تعبيرا عن ابتهاجهم. صحار حقيقة من سابق الأزل حالها كحال الولايات العمانية الأخرى، يعني تعيش فرحة العيد وكذلك الأفراح بالمناسبات سواء كانت الدينية أو الوطنية، ولكن عندما يعني ينتشر عبق وجود مولانا تختلف الاحتفاليات، تبتهج الأرض وتبتهج البشر، ويبتهج كل من يعيش على أرض صحار، ويبتهج كل من يعيش على أرض عمان الغالية بوجود متواجد مولانا. كيف يعني ونحن أبناء ولاية صحار هذا الرجل الحبيب يتواجد في ولاية بين أهله وأحبابه؟ لا شك أن جميعا يعني فرحين، يمكن لربما وإن بالغت حتى الطيور والشجر هي مرتاحة وهي سعيدة بتواجده في بين أهله وأحبابه في ولاية صحار. الله. فما أستطيع يعني أنا أعبر عن مدى فرحتنا بتواجد مولانا أعزه الله وأمده بالصحة والعافية. الكلمات ما راح توفي، لا توجد الكلمات في القواميس على فكرة، يعني إن أراد الإنسان أن يعبر بمكنونات قلبه لا يمكن أن يجد الكلمات حتى يعبر. ولكن أنا أكد لك أن جميع سعيدين، جميع أهالي ولاية صحار سعيدين بتواجد المقام السامي في ولايته بين أهله وأحبابه. صحيح أخي سالم، لا توجد كلمات تفي حق الوالد والقائد جلالة السلطان، وأنتم اليوم في ولاية صحار ابتداء من عصر اليوم يعني أقمت العديد من الفعاليات والأنشطة اللي ذكرتها، وأتوقع أخي سالم مستمرة هذه الفعاليات في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. نحن عندنا فعالية أيضا مجلس شعراء صحار بيكون غدا بإذن الله تعالى، وبعد غدا كذلك في مسابقة الرماية. نعم. وكل هذه الاحتفاليات يعني بتكون بإذن الله تعالى بتواجد المقام السامي في ولاية صحار، ولكن هذه اللي ربما تحتضن فئات، ولكن نحن الآن نتكلم عن جموع الأهل. نعم. جموع أبناء ولاية صحار، جميع أبناء ولاية صحار أرضا وطيرا وبحرا وهواء وسماء، حقيقة كلنا سعادة. يعلم الله أن إحنا ما نجامل أو مثل ما تقول نزيد في الكلمات، لكن يعني إن لما بالغ أقول لك أن إحنا كل ما تواجد مولانا في ولايته كل ما يعني نطير من الفرح. والزائر لولاية صحار فعلا يلاحظ هذه الأجواء الجميلة اللي تكون بوجود جلالته في هذه الولاية العريقة. الكلمات مثل ما أقول لك أخي عبد الله لا ما ممكن أن نجدها ولو بحثنا عن القواميس، ما ممكن أي بشر يعني أن يعبر عن مدى
المدح مكنونات قلبه يعني بالكلمات. يعطيكم ربي العافية. فهما وجدت الكلمات لا تستطيع يعني الكلام ليس شيء مجسد أن تضع يعني أمام الناس. كنا تمنينا يعني لو ما في القلوب يعني يكون حاجة مجسدة حتى ترى حتى يرى المجتمع حتى يرى العالم يعني مدى حب الشعب العماني عامة وأهالي صحار خاصة. أنا أتكلم باسمي كممثل لولاية صحار. نعم. يعني مدى حبهم لمولانا، مدى حبهم لهذا الرجل الحبيب، مدى حبهم لسلطان العدالة والقلوب. نعم، خروج الناس يعني بعفويتهم واحتفائهم بالمقدم السامي اليوم العصر الأكبر دليل على هذا الشيء. نتمنى لكم التوفيق أخي سالم، إذا كانت ثمت كلمة تود أن توجهها للمستمعين. أخي الحبيب، إحنا كولاية صحار خلينا نعود شوي ولا نخضع يعني الجموع اللي حضرت اليوم في 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 ميدان الاحتفالية، الفرق أيضا، الأهالي، العيان، المشايخ، الناس اللي حضرت في 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 أرض الاحتفالية. ما كنا يعني واصلة درجة الحرارة مع 47 اليوم في ولاية بحار. الله يعطيكم العافية. يعني شيء يعني حبهم وولاهم يعني جعل منهم ما يفكروا في هذا الحرارة، في حرارة الشمس. فعلا كانت حرارة الود والحب والعرفان يعني أكبر من أي حرارة ممكن يلاقوها، ما كانت مأثرة عليهم. رغم أنك كنت ترى العرق من كل جبين، ولكن كان الناس مستمتعة حقيقة يعني بما تأدي. ترى يعني حجم الولاء، ترى حجم الحب، ترى حجم العرفان، ترى يعني حجم حمل الجميل، ترى يعني كيف الناس تريد أن تعبر يعني عن مدى امتنانها لهذا الرجل لما قدمه لهذا الوطن ولما يقدمه، ولو عن مدى يعني إعجابهم بالنهج المبارك اللي ينتهجه. فهذا الرجل عجوبة من عجوبات الزمان في هذا العصر بين ملوك العالم. فنحن حقيقة إذا تكلمنا نتكلم عن رمز من الرموز لا يمكن أن يوصف في القرون الأخيرة. يعني إحنا ما أتانا مثل هذا الرجل، ما أتى مثل هذا الرجل. هذا الرجل حقيقة يعني سيظل يعني إلى نعتبره قرون قادمة بإذن الله تعالى يدرس نهجه في كل مدرسة بل في كل بيت. حفظ الله جلالة السلطان، وربي يعطيكم الصحة والعافية. سالم البلوشي، عضو المجلس البلدي بولاية صحار، نحن سعيدين وشاكرين لك هذا التواصل. الله يبارك فيكم أخي عبد الله. طبعا نحن من خلال كلامنا نعلم أن هذا الود موجود في كافة قلوب المجتمع العماني، الشعب العماني، ما في شك. نعم. المبارك، الشعب العماني المخلص. ولكن يعني نحن بحكم تمثيلنا وتعبيرنا باسم أبناء ولايتنا، وإنما يعني ميقنين تماما أن هذا الحب موجود في قلوب العمانيين جميعا. بالفعل. نعم. شكرا جزيلا لك أخواني الأعزاء، وإن شاء الله على تواصل دائما بإذن الله تعالى. بإذن الله. شكرا لقناتكم المتميزة بإذن الله تعالى. شكرا لك، يعطيكم العافية. الله يحفظك.